اسمح لي ابا اتدخل عشان بس الصوره واضحه، مش ليا حتى الناس اللي بتسمعك، بس انا عايز اقول في الجزء اللي هو الاخير ده، اللي هو هاب لما قال 160 مليار يقصد بيقول ايه؟ هو احنا هنعالج المياه ليه؟ هنعالج المياه عشان نستخدمها مش كده؟ فعشان نستخدمها المياه اللي هتقدر تطلع، اللي هتطلع من المعالجه دي تكفي اللي هم زي ما قال يمكن وزير الري وزير الزراعه حوالي 500 الف فدان، وخلينا نقول رقم ممكن الناس تحفظه، فيعني مش هتقيد كتير بال 476 الف، هقول 500 الف فدان. طيب يمكن كتير من اللي بيسمعوني يقول لك 500 الف فدان عشان توصل انك انت تزرعهم تصرف 160 مليار مش كده؟ صحيح رقم كبير قوي، بس عايز اقول لكم عرفتوا ليه احنا بنتالم لما بنلاقي في تعدي على الاراضي الزراعيه؟ لما يكون انت النهارده تتعدوا مثلا في خلال 7 8 10 سنين تاخدوا 700 800 الف فدان، ده احنا عشان نعمل نص مليون فدان جداد داخلين في 160 مليار جنيه. انا بقول كده عشان تبقى الامور واضحه. طب هو واللي هو قبل ما يجي يتكلم في تفاصيل المشروع ده كله، الجزء الاولاني هيبقى مشروعه واضح وحتى الجزء الثاني، بس لازم تعرفوا ان انا عشان اوصل لل 476 او ال 500 الف فدان دول عايز شبكه طرق وعايز شبكه ري وعايز شبكه كهرباء وعايز نظم ري حديثه وعايز انشاءات للناس اللي هتعيش على الكلام ده. الكلام ده عشان يتعمل يتكلف مبالغ كتير. ليه بقى؟ انتوا من غير ما اجيب اسماء دول، مش كنتوا تسمعوا يقول لك ايه ده في دوله فيها 50 مليون فدان، طب ما زرعتش ليه؟ فيها 100 مليون فدان، طب ما زرعتش ليه؟ عشان زراعه الارض المليون فدان ممكن تدخل في 200 مليار جنيه. عشان تعملها صح، تعمل تشق ترع عليها وتشق طرق ليها ومدقات وتعمل لها مصارف وتعمل لها شبكه كهرباء عشان المكن او المعدات الري الحديثة اللي بتستخدم هتتكلف كتير. يبقى برضو ليا حق ولينا حق ان احنا نقول ان الترع اللي ربنا اتعملت من 200 سنة حرام علينا ان احنا نهدرها ولا ما هيش حرام؟ الفكرة هنا انا مش بتدخل في تفاصيل المشروع يا اهاب، انا عايز اوصل رسالة للناس ان احنا عشان نصلح او نزرع نص مليون فدان في سينا داخلين في 150-160 مليار جنيه. 150-160 مليار جنيه عشان بس نقول ايه؟ نبدأ نزرع بقى. يبقى لو انا عندي قدرات زراعة اهدرها، يبقى احنا كلنا كمواطنين كدولة نسمح ان احنا نضيع شقانا ونضيع مستقبل حاضرنا ومستقبل اولادنا بالتعدي ده؟ احنا عشان نعمل النص مليون فدان دول داخلين في 150-160 مليار جنيه، واتعملت اجراءات كتيره جدا. الموضوع مش اراده سياسيه بس، الاموال ديت احنا يعني بنبذل جهد وبنتكلف، يعني احنا خدنا من، ما بقولش سر، خدنا قروض من الصناديق العربيه عشان نعمل الكلام ده يا دكتور مصطفى. فلازم الناس برضو تعرف كده هاب ان الاموال دي قروض من الصناديق العربيه بفايده ميسره ومدة سداد على برضو مريحة يعني. فانتم يا مصريين، احنا كلنا مع بعض في قارب واحد. عشان نعمل 500 الف فدان احنا بنتكلم في 150 مليار جنيه. بالمناسبة ال 150 مليار جنيه احنا ما بنجيبهمش من جيبنا، احنا بنستلفهم عشان نعمل. يبقى لو عندي حاجة تانية موجودة عندي في الايد اضيعها؟